صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بالهجوم. ساعة صفر، الثانية بعد الظهر. 220 طائرة حربية مصرية. 2:05، تعبر قناة السويس باتجاه سيناء. نفذت ضربة جوية على الأهداف الإسرائيلية بالضفة الشرقية للقناة. 10:00، بدأت المدفعية على طول خط القناة بقصف تحصينات العدو بوابل من النيران. 10,500 قذيفة مدفعية. استمر القصف لمدة 53 دقيقة. 22:00، الجنود المصريون يحملون قواربهم المطاطية، وتحت ستار القصف المدفعي تعبر الموجة الأولى من المشاة. 8,000 مقاتل مصري من رجال الصاعقة والمشاة. 3:30، بعد أقل من 90 دقيقة فقط، 14,000 مقاتل مصري تواجدوا شرق قناة السويس واحتفظوا بمواقع لخمسة رؤوس كباري. نحن أبطال، نحن أبطال، نحن أبطال، نحن أبطال، نحن أبطال. جاءنا الآن البيان التالي من القيادة العامة للقوات المسلحة. نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة، واستولت على نقط العدو القوية بها. 17:00، بعد مرور 3 ساعات على بدء الحرب، 45 كتيبة للمشاة مصرية عبروا قناة السويس مزلزلين الأرض تحت أقدامهم. لم تصمد حصون خط بارليف، أكثر من 30,000 من الجنود. درس جديد في الحروب أخرجه المقاتل المصري عبر صواريخ ساجر المحمولة التي تستطيع تدمير دبابة بأكملها. 6:00، عبور الموجة الأولى من قوات المشاة، تبعتهم 35 كتيبة من المهندسين. فتح الثغرات بالساتر الترابي تمهيدا لعبور الدبابات والمركبات البرية. 10:30 مساء، اكتمل بناء 7 جسور. تدفقت حينها الدبابات والأسلحة الثقيلة نحو الشرق، فضلا عن 31 معدية. بشروق شمس 7 أكتوبر، أصبح للقيادة المصرية 5 فرق للمشاة بكامل أسلحتها الثقيلة، بالإضافة ل1,000 دبابة. حدثت أكبر معركة للدبابات في التاريخ العسكري، ليفشل الهجوم المضاد الإسرائيلي. وتم أسر طواقم الدفاع الإسرائيلية المدرعة، من ضمنهم المقدم عساف ياجوري، لتكون إسرائيل عاجزة تماما. هنا الدفاعات المصرية تسقط في اليوم الرابع 48 طائرة إسرائيلية، ما يعادل ثمن دفاعها الجوي، ليثبت المصريون أن تلكم الحصون التي تشبه القرون الوسطى كانت عديمة الفائدة. بنهاية الأسبوع الأول، الفرحة عمت شوارع مصر. لقد ثأر المصريون بسواعد أبطالهم على خط القناة في سيناء، وليحفر هذا اليوم في ذاكرة الجمع المصري. يأتي اليوم ونحن مرفوعة هامات، مرتفعة راياتنا، ولكن علينا أن نعرف أن المهمة لم تنتهي بعد. إلى الأمام.